تم الإعلان عن قرب انضمام محافظتين يعني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، هم محافظة السويس وأسوان، بعد نجاح التجربة طبعا في 4 محافظات قبل كده. أهمية انضمام أسوان والسويس لهذه المنظومة والإجراءات اللي بتتخذ. شوف يا فندم، كان أمل كبير جدا. عايز أقول لحضرتك معلومة، الشهر ده يمكن بعد عدة أيام هيتم الاحتفال في مدينة الإسكندرية ببدء نظام التأمين الصحي القديم من كام سنة بقى، من 60 سنة. يعني بدأ نظام التأمين الصحي العادي أو القديم اللي ما زال مطبق على عدة ملايين من المصريين في مدينة الإسكندرية من 60 سنة، ثم طبق بقى على مراحل، على يعني فئات أخرى وأعداد أخرى من المواطنين في مصر. نظام التأمين الصحي القديم اللي احنا هنحتفل بمرور 60 سنة على بدءه في مصر كان بيؤمن على المنتفع. بمعنى ان موظف او عامل في حتة معينة يتم التأمين الصحي عليه، لكن لا تشمل الأسرة ولا تشمل حتى لو في رعاية من بعض الأهل زي والدته او والده او حد من اخواته، لكن بتشمل المنتفع فقط. وحقق الحقيقة نتائج كويسة جدا، لكن لفئات معينة من المواطنين. الأمل بتاعنا اللي بدأ يتحقق بالفعل وأطلق من 4 سنوات، أطلقه سيادة الرئيس من مدينة بورسعيد، هو تطبيق ما يسمى أو ما صدر فعلا قانون به اللي هو التأمين الصحي الشامل. وعشان يكون تأمين صحي شامل بمعنى الكلمة، يعني كل الأسرة، كل أفراد الأسرة، كل أفراد المجتمع، المحافظة اللي بيطبق فيها التأمين الصحي الشامل بيطبق على كل أهل هذه المحافظة من كل الفئات، أطفال وسيدات ورجال، بيعملوا أو لا يعملوا، في الدراسة أو خارج الدراسة إلى آخره. وده هو النظام الحقيقة الشامل، كلمة شامل كلمة حقيقية، صحيح، بحيث يتولى رعاية الأسرة كاملة وبكل مكوناتها بما تعاني منه أو لا تعاني منه. وهو نظام ائتماني، تأمين يعني معناها تكافل مجتمعي لعلاج الحالات المرضية أو الكشف المبكر أو التأكد أو تحصينات إلى كل هذه النقاط في كل المواطنين. وبدأ تدريجيا، لأنك أنت حضرتك الهدف أن يكون ناجح وفي استمرارية واستدامة. طبعا الهدف أنك كل المؤسسات الطبية سواء مهما كانت تبعيتها، سواء حكومية أو مؤسسية أو خاصة في هذه المحافظة، يستفاد منها كاملا في تقديم خدمات التأمين الصحي. لكن في نقطة تانية، أنت عايز هذه الخدمات تقدم بفاعلية كاملة وبجودة شاملة وبأمان كامل للمواطن. عشان كده لما صدر قانون التأمين الصحي صدر معاه 3 قوانين. قانون التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية التي تتولى تقديم العلاج، وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة عشان تقول المؤسسة دي أو العيادة دي أو المكان ده صالح بالمستويات أو المعايير اللي احنا عايزينها، اللي فيها جودة عالية للمواطن، صالحة لتقديم هذه الخدمات. هذه الجهات الثلاثة بتعمل على التوازي. هيئة التأمين الصحي هي هيئة جمع الاشتراكات وجمع الموارد والصرف على نظام التأمين الصحي. هيئة الرعاية الصحية بتقدم الخدمات في المؤسسات الصحية سواء مهما كان تبعيتها. وهيئة الرقابة والجودة بتقول المؤسسة دي صالحة لتقديم هذه الخدمات. هي دي المنظومة الكاملة. طيب دكتور محمد، كده بناخدها ستيب وايز، يعني بمراحل، بحيث تضمن أن البنية الأساسية والبنية البشرية المؤسسية والبشرية والمالية في هذا المكان تصلح لهذه الخدمة. في جدول زمني، بحيث إن شاء الله كل محافظات مصر يطبق فيها هذا النظام، يبقى كل إنسان في مصر آمن إن شاء الله ومتأكد أن معاه حتى بالرقم القومي أو بطاقة التأمين الصحي، أن يستطيع
أن يتلقى الخدمة الطبية اللي هي في ثلاث مستويات حضرتك. جميل. المستوى الأول اللي هي مستوى الرعاية الصحية الأولية اللي احنا بنقدمها في وحدات الرعاية الصحية الأولية اللي فيها طبيب الأسرة والفريق الطبي الآخر المساعد اللي بيستطيع يعمل ملف طبي لكل فرد من أفراد الأسرة، ومطلوب أن الطبيب ده يبقى مسؤول عن 5000 إنسان اللي هم تقريبا في المتوسط نقول 1000 أسرة، أنه يعمل لهم بطاقات يسجل فيها بياناتهم ويتابع حالتهم ويقدم الرعاية الأولية، وهي حزمة من الخدمات يستطيع طبيب الأسرة أن يقدمها لهذه الأسرة سواء أطفال أو سيدات أو رجال. ثم لو احتاج الأمر إلى حالة بيروح للمرحلة الثانية اللي هي الرعاية الطبية الثانوية. صحيح. وهو عدد من وصل أو مستفيدين حتى الآن من هذه المظلة وصل إلى حوالي 4,600,000 مواطن لتقديم خدمة طبية تليق بالمصريين،